تاني، ايه الكونسوليديشن؟ قلنا الكونسوليديشن بيبقى عندنا شركة قبضة بتمتلك حصة تخليها عندها تحكم كنترول في شركة اخرى. لو عندك تحكم او كنترول في شركة اخرى، امتى بنقيس التحكم ده؟ ازاي بنقيس التحكم ده؟ مبدئيا بنسبة المساهمة. لو عندك اكتر من 50% يبقى اكيد عندك تحكم، طبعا مش قاعدة ولكنها نسبة استرشادية. طيب ممكن يبقى عندي اقل من 50% عندي تحكم؟ اه، يعني ممكن يبقى انت عندك 40% وما بيني وما بينك عقد ان انت اللي تدير، صح؟ يبقى مين اللي بيتحكم في الشركة؟ انت. ممكن يبقى انت اللي معايا مجلس الادارة كله، يبقى مين اللي بيتحكم في الشركة؟ انت. طيب عندي كنترول على شركة انا اللي بتحكم فيها، يبقى لازم اعمل تو فاينانشال ستيتمنتس. انا كشركة قبضة لازم اعمل تو فاينانشال ستيتمنتس. القوائم المالية العادية بتاعتي اسمها سيبريت، القوائم المالية الطبيعية بتاعت الشركة، ودي بتبقى قوائم مالية يظهر فيها استثمارك في الشركة التابعة، على انه كلمة انفستمنت استثمار، يعني كل الاستثمار بتاعك في الشركة التابعة هو ملخص في سطر واحد في ميزانيتك السيبريت، اسمه ايه؟ اسمه استثمار. طيب طلبت منك المعايير طالما عندك شركات تابعة انك تعمل كمان قوائم مالية ليك انت كشركة قبضة، سميناها قوائم مالية مجمعة. القوائم المالية المجمعة دي كل اللي بيحصل انك بتفك الاستثمار اللي عندك ده، بدل ما في سطر واحد بتفكه في اصول والتزامات، تمام؟ بدل ما انت حاطه في سطر واحد على الميزانيه السيبريت، بتروح على الميزانيه المجمعه تفكه في ايه؟ في اصول والتزامات. طب طريقه فكه في اصول والتزامات ازاي؟ قال لك بتجمع كل الاصول والالتزامات بتاع الشركه التابعه. تجمع كل الاصول والالتزامات بتاع الشركه التابعه. هنفترض ان انت بتمتلك الشركه التابعه بنسبه 100%، خلاص هتجمع اصولها والتزاماتها بنسبه ايه؟ 100%. طب لو جمعنا كل الاصول والالتزامات والايكويتي في الحاله دي، هكون جمعت الشركه عندي مرتين، لان انا عندي رقم واحد اسمه استثمار في المثال بتاعنا ده ب 150,000. هجمع الشركه تاني اللي هي صافي اصولها او الصافي بتاعها 150,000، اجمعها كلها عندي تاني، يبقى انا جمعتها مرتين، صح؟ قال لك صح. يبقى تفك، قلنا كلمه استثمار دي باصول والتزامات، يعني تشيل الاستثمار ده من عندك وتحط مكانه ايه؟ اصول والتزامات. وقلنا بنشيله ونحط مكانه اصول والتزامات، ما قلناش بنشيله ونحط مكانه ايكويتي. يعني بتلغي الاستثمار ده في المجمعه، بتلغي الاستثمار ده قدام مين؟ قدام الايكويتي في تاريخ الاستحواذ، قدام الايكويتي في تاريخ الاستحواذ. يعني لو في تاريخ الاستحواذ انت عندك هنا 150 والايكويتي بتاع الشركه مستحوذ عليها 200، تمام؟ يبقى هتلغي منه كام؟ 150 بس، صح؟ ال 50 الثانيه دي هتبقى عباره عن ايه؟ هنقولها هتبقى عباره عن ايه؟ طيب هنفترض الاول ان انا كده بستحوذ 100%، يعني اشتريت شركه بالكامل. لو اشتريت شركه بالكامل والله هي ب 150 وانا دافع فيها 150 او صافي اصولها، يعني ايه صافي اصول؟ قلنا يعني اصول ناقص التزامات تديك صافي الاصول، اصول ناقص التزامات هتديني ايه؟ صافي الاصول، وهتديني هو الايكوتي، صح؟ ما هو صافي الاصول هو الايكوتي بتاع الشركه. طيب لو شركه ب 150 وانت دافع فيها 150، لما تيجي تجمعها ولا يظهر عندك جود ويل ولا حاجه اسمها بارجن بيش، بارجن جين، مش هيظهر حاجه تانيه غير الاصول والتزامات بتاع الشركه المستحوذ عليها. طالما هو نفس الرقم ده، هو نفس الرقم اللي هنا، هنقول ايه ده دلوقتي؟ حلو، انا بشتري شركه انا دافع فيها 150 وهي اصولها ناقص التزاماتها 150، يبقى اشيل 150 دي واحط مكانها ايه؟ اصول والتزامات. طب لو اشتريت شركه ب 150 لكن السبسيدري صافي اصولها ب 200، حلو؟ طيب يبقى انا كده هشيل ال 150 وهحط اصول بكام؟ هحط اصول ب 200، صح؟ انا استحوذت على شركه بالكامل 100%، وده كده القلم الجديد 100% على شركة انت دافع فيها 150، لكن بتشوف الاصول والالتزامات بتاعت الشركة اللي انت مستحوذ عليها لقيتها ب 200 بدل ايه؟ بدل 150. يبقى هتثبت الاصل الزيادة ده عندك في الدفاتر، صح؟ لازم تثبت كريدت ايه؟ ما هو هي ديبت وكريدت في الاخر، كل اللي احنا بنتكلم عليه ده المفروض يتعمل بقيود، صح؟ لا، ديبت وكريدت. قال لك انت كده شاطر، انت كده عملت حاجة اسمها بارجن. عارف يعني ايه بارجن؟ عارف يعني ايه بارجن؟ بارجن يعني تفاوض. يعني انت كده عملت حاجة اسمها بارجن جين، يعني عملت تفاوض وخدت شركة اكتر من اللي انت دفعت.
خدت اكتر من انت دفعه، يبقى انت عملت حاجه اسمها بارجن ايه؟ جين. ده جين، انت كسبت ان انت دفعت 150 في حاجه تسوى 200، صح؟ مستحوذ 100%، صح؟ لان لازم تثبت عندك في الدفاتر. واحد يقول لي مش فاهم هتثبت عندي في الدفاتر ازاي؟ يا سيدي اهي شركه انت بتجمعها عندك، بس انت كنت حاطط هنا 150، بتجمع لقيت نفسك هتجمع 200. ال 200 دول عباره عن ايه؟ هي والله اصولها ب 250 وعندهم التزامات ب 50، يبقى انت جمعت كام؟ 200. يبقى شلت الرقم ال 150 ده وحطيت مكانه 200، كده الميزانيه مش هتظبط، صح؟ لان انت شلت رقم ب 150 حطيت قدامه 250 ناقص 50، انا حطيت مكانه 200. طب ال 50 اللي فاضله دي هثبتها ايه في دفاتر انا كمجمعه؟ فقام مالي مجمع عشان الميزانيه تظبط. قال لك ده تحطه تحت خالص ان هو جاي لي قائمه الدخل، حطه ايه؟ وقائمه الدخل بتاع المجمعه ان هو ايه؟ جين. ده اسمه بارجن جين. طب لو انا بقى شاري شركه دافع فيها 150 لكن السبسيدري نت اسيتس ب 100 بس، انا دفعت 150 والسبسيدري نت اسيتس ب 100، يعني انا هشيل ال 150 وهحط مكانها 100 اصول بس، صح؟ طيب ما هو كده في 50 ناقصه، يعني انت قلت كريدت الاستثمار ديبت اصول ب 150، لسه القيد ما ظبطش، صح؟ قال لك ده يبقى جود ويل، يبقى ده الاصل. اللي ناقص ده هنسميه ايه؟ هو في حد عبيط؟ في واحد هيروح يدفع 150 في شركه ما تسواش غير 100 بس؟ مفيش حد عبيط، صح؟ هو كل الموضوع ان هو انت، انا وانا بشتري منك البيزنس بتاعك قلت لي ايه؟ قلت لي ده بيزنس شغال وانا عامل له اسم وبيكسب كل يوم فلوس، تمام؟ فانت بتشتريش بيزنس انت لسه هتقومه، انت بتشتري بيزنس بيجيب لك فلوس كل يوم. فانا عندي الشهره بتاعتي، فانت ما تقوليش انت عندك شويه كراسي وحيطان تساوي 1,000,000 جنيه يبقى انت شركتك بمليون جنيه. لا، انا شركتي انا مقيمها بقى بخمسة مليون جنيه. ليه؟ لانها بتجنريت فلوس كل يوم، انت الفلوس دي انت هتفضل عايش بيها مدى الحياه، صح؟ ففي الحاله دي الفرق انا دفعتك 150 مع اني عندي كراسي ومباني والكلام ده ب 100 بس، ب 100 مليون ودفعتك انت 150 مليون، 50 مليون الفرق دي عباره عن ايه؟ قال لك هي دي الايه؟ الجود ويل، هي دي الشغل، تمام؟ طيب يبقى لو انا بستحوذ 100% على شركه، لو نفس المبلغ اللي انا دافعه هو صافي اصول الشركه مستحوذ عليها، خلاص تمام ما عنديش مشكله، بجمع وبلغي الانفستمنت قدام الايكوتي. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه لو انا مستحوذ بنسبه 100% ودفعت رقم اقل من صافي اصول الشركه المستحوذ عليها، يعني صافي اصول الشركه المستحوذ عليها 200، انا دفعت 150 بس، يبقى انا مفاوض جيد، انا كسبت من المفاوضات، صح؟ يبقى ده جين. يبقى تثبت اصول التزامات الشركه اللي انت مستحوذ عليها دي، هيفضل في القيد فرده ناقصه في الكريدت، صح؟ قال لك ده جيل. طيب لو انا دفعت 150 في شركه صافي اصولها 100 بس، يبقى ال 50 الفرق دي ايه؟ جود ويل بتاعت الشهره المستحوذ عليها. فهمت؟ تمام؟ طيب ايه كمان؟ قال لك في حاجه بقى اسمها نون كنترولنج انترست. حاجة اسمها ايه؟ نون كنترولينج. الأول خلينا نقول قبل ما نخش على نون كنترولينج انترست نقول بس الجود ويل. انت دلوقتي قلت لنا جود ويل، الجود ويل دي عشان نحسبها بتساوي ايه؟ قال لك بتساوي الكونسيدريشن ترانسفيرد. كلمة consideration بيقولوها الأجانب على اللي أنت دفعته، يعني في القصة دي أنت اتحملت إيه في القصة دي؟ ليه قال consideration ومش كاش؟ لأن في ناس بتدفع كاش، في ناس ممكن تدفع أصول، يعني تدفع في أي حاجة بتشتريها. ممكن أنا بشتري منك حاجة معينة أقول لك أديك عربية، عندي عربية بي إم هديها لك وآخد منك الحاجة، صح؟ ممكن أشتريها منك بأسهم، ممكن أشتريها منك بأكتر من طريقة. طيب يبقى consideration transferred قال لك بلس النون controlling interest.
ايه هو النون كنترولنج انترست؟ هنقول معناه دلوقتي، قال لك ماينس ايه بقى؟ قال لك النت السبسيدري نت ايه؟ نت اسيتس. يعني في المثال بتاعنا اللي فوق ده هنفترض ان مفيش نون كنترولنج انترست. طيب انت دفعت كام؟ 150. خدت شركة صافي اصولها كام؟ 100. يبقى الجود ويل بكام؟ ب50. طيب انت كده دخلت لنا حاجة احنا ما نعرفش عنها، حاجة اسمها نون كنترولنج انترست. ايه النون كنترولنج انترست دول؟ قال لك النون كنترولنج انترست دي في حالة ان الاستحواذ، يبقى الكونسوليديشن ليس ذان 100%. ليس ذان ايه؟ يعني انت مش مستحوذ بنسبة 100%، صح؟ طب لو انت مش مستحوذ بنسبة 100%، انت مستحوذ بنسبة 80% بس، صح؟ خدت الشركة التابعة جمعتها عندك بالكامل، خدت الشركة التابعة جمعتها عندك بالايه؟ بالكامل، وتحت حاطط لي الايكوتي بتاعك انت بس كبيرنت. هو انت كده المالك الوحيد للاصول اللي فوق دي ولا في ملاك تانيين؟ في ملاك تانيين من الشركة اللي انت مشتريها اصلا، صح؟ يمتلكوا جزء اللي هو كام؟ 20%. حلو. قال لك الجماعة اللي بيمتلكوا 20% دول حطهم لي تحت، سميهم نون كنترولنج انترست، حطهم لي تحت في الكريدت، لأن القيد مش هيظبط برضه. ليه؟ أنت دافع 150، صح؟ في شركة تسوى 200. 200 في 80% بكام؟ 160. حلو؟ فأنت نصيبك 160، يعني عندك جود ويل بكام؟ او عندك بارجن جيم بكام؟ ب10، صح؟ طيب تعالوا نسبة الشركة دي عندنا في الدفاتر. انت شركة ب200، صح؟ فانت هتشيل ال 150 من عندك من على الدفاتر، وهتقول ديبت اصول ب200، صح؟ اما اجي اجمع يا شباب، قلت ديبت اسيتس ب200، الشركة اللي انا استحوذت عليها، كريدت الانفستمنت اللي عندي على الدفاتر بكام؟ كريدت جين بكام؟ ب10. لسه القيد ما ظبطش، انت خدت اصول ب200 وقفلت 160. قال لك اه، ما هو لازم ما يظبطش، لان في كريدت، في جزء من الاصول اللي فوق دي مش بتاعتي، بتاع ناس تانيين، فانا عليا التزام. الالتزام ده هسميه ايه؟ نون كنترولنج انترست. مفهوم يا شباب؟ بكام؟ 40. طب النون كنترولنج انترست ده بيتحدد ازاي يا عبد الله؟ انت بيتحط بانهي شكل؟ قال لك النون كنترولنج انترست ده بيتحدد بطريقتين. النون كنترولنج انترست بيتحدد بطريقتين، وهو في الامتحان المفروض يقول لك الطريقه اللي انت هتشتغل بيها. قال لك الطريقه الاولانيه اسمها بروبورشنت شير. proportionate ايه؟ شير. البروبورشنت شير دي يعني انت بتشوف النت اسيتس بتاع الشركه المستحوذ عليها. بنشوف ايه؟ النت اسيتس بتاع الشركه المستحوذ عليها، يبقى النت اسيتس يبقى سبسيدري نت اسيتس، سبسيدري نت ايه، ونضربها في النسبه. يعني بنضربها في النسبه. هو النون كنترولنج انترست يمتلك كام؟ 20%. يبقى في 20%، تمام. الطريقة التانية قال لك بالفير value of shares at date of acquisition. يعني ايه؟ يعني number، يعني نون كنترولنج انترست. نون كنترولنج انترست يا شباب بنختصرها بكده، نون كنترولنج انترست NCI، تمام. يبقى نون كنترولنج انترست نمبر اوف شيرز
multiplied by a share fair value multiplied by ايه؟ يعني ايه؟ يعني بشوف الراي للناس النون كنترولينج انتيتيز يمتلكوا كام سهم؟ 20% بتاعتهم دي كام سهم؟ 1000 سهم في ثمن السهم في اليوم ده تمام؟ ثواني بس طيب يبقى النون كنترولينج انترست بحددهم بطريقتين يا اما بروبورشنت شير يعني باخد النت اسيتس بتاع السبسيدري واضربها في نصيبهم يا اما باخد عدد الاسهم بتاع النون كنترولينج انترست واضربها في ايه دي خلينا نفتكر ان هي اسمها طريقه الفول جود ويل فول ايه يعني ايه فول جود ويل لو حسبت النون كنترولينج انترست بالطريقه دي هتاثر لي في حسبه الجود ويل صح؟ مع النون كنترولينج انترست اهي جميل يعني داخله في حسبه مين؟ الجود ويل ركزوا معايا النون كنترولينج انترست لو في المثال ده ب 30 150 و30 كام؟ ناقص 100 ب80 لو هي ب40 150 و40 ناقص 100 90 صح هنا لو حاسبها بطريقه البروبورشنت شير هنا لو حاسبها بطريقه الفير فاليو للسهم يعني لو حاسبها بطريقه الفير فاليو للسهم غالبا بتطلع النون كنترولنج انترست اعلى من لو حاسبها بطريقه البروبورشنت شير ليه اصل لو انت حاسبها بطريقه البروبورشنت شير في الاخر انا بثبت اصولي والتزاماتي مش بالفير فاليو انا على القوائم الماليه السيبريت بثبت اصولي والتزاماتي بالايه بالتكلفه صح فمش هتعبر عن قيمة الشركة الحقيقية هتبقى أقل لأن أنا ثابت إيه أنا عندي مباني ومش عارف إيه وثابتها كلها بالتكلفة وبهلكة إنما لما بيجوا الناس يقيموا سعر السهم في البورصة الدنيا مختلفة تماما صح؟ فدايما هتلاقي سعر السهم في البورصة ملوش دعوة بقيمته الدفترية في الشركة هتلاقي أعلى من قيمته الدفترية في الشركة صح؟ طيب يعني دي هتبقى أعلى من دي فلو دي عيلت هتعلي معاها الإيه؟ علت معاها الجود ويل فقال لك آه معنى كده ان لو انت حاسب النون كنترولنج انترست بطريقه الفير فاليو يعني دي الجود ويل كامله شامله حصتين حصه البيرنت وحصه النون كنترولنج يبقى الجود ويل اللي طلعت دي ال 90 شامله حاجتين 80 يخصوا البيرنت و10 يخصوا النون كنترولنج انترست ليه؟ ما هو النون كنترولنج انترست كده انت عليت قيمته صح؟ هو اصلا النون كنترولنج انترست لو بالقيمه الدفتريه هيبقى ب 30 بس. صح؟ انت عليت قيمته يعتبر عليت قيمته بايه؟ بالجود ويل اللي تخص النون كنترولنج النون كنترولنج انترست. حصتهم من الجود ويل، يبقى انت كده القيمه اللي عليتها هنا دي علت معاك الجود ويل تحت. الجود ويل اللي علت دي 80 بس يخصوا البيرنت و10 يخصوا مين؟ عشان كده سمينا الطريقه دي طريقه الفول جود ويل معنى كده ان انت لو حاسبها بالبروبورشنت شير اعرف ان الجود ويل اللي في دفاتر القبضه تخص القبضه بس. يبقى انا لو حاسبها بالطريقه دي يبقى الجود ويل اللي في الكونسوليديشن تخص مين؟ السؤال ده مهم اللي انا بقوله ده دلوقتي مهم. احنا كده كده هنقوله تاني وهنحل عليه اسئله. بس ده مهم بيجي عليه اسئله. يبقى لو انا المهم نعرف حاجه واحده بس هي كلمه واحده. لو النون كنترولنج انترست محسوبه بالبروبورشنت شير يبقى الجود ويل تخص القبضه بس. لو محسوبه بالفير فاليو للسهم يبقى الجود ويل اللي موجوده في ميزانيه القبضه تخص الاثنين. القبضه والنون كنترولنج انترست. تمام؟ ماشي اللي عايز بقى يكتب الكلمتين دول يكتبهم. كده ما كانتش مسجله اصلا سبحان الله. تاني هنفترض شركه تابعه ايه سبسيدري باعت لشركه قبضه بيرنت
بعت لها مخزون، المخزون ده كان تكلفته في التبع 50، بعته بكام؟ للقبضة ب 75. حلو؟ يعني الريفينيو بتاع التبع 75 والتكلفة 50، يعني التبع كسبت كام؟ 25. مارجن الربح بتاع ال 25 دول كام؟ 25 على 75 قلنا 33%، صح؟ خلينا فاكرين الرقم ده. طيب ايه القيود اللي هتثبتها القبضة؟ التبعة، التبعة هتثبت بيع ب 75، يعني هتقول ديبت ريسيفابل اللي هي القبضة، كريدت ريفينيو ب 75. شباب معلش ممكن اقفل التكييف عشان عيان وكده، الموضوع هيبهدلني خالص. ايوه وهتعمل قيد تاني، هتقول ديبت كوكس كريدت انفنتوري. يبقى كده التبع ثبتت في دفاترها مكسب بكام؟ ايوه افتح كده، الله ينور عليك. ايه؟ يبص على المنفصل مكاننا على ايه؟ يبص على المنفصل. اه بص على عربيتك ولا ايه؟ هو انتوا ممكن تفتحوا شباك سنه صغيره عشان محدش يتعدي مني؟ بس يعني الاي بيقول لي قلق، دي اللي مفهومه. اوكي ركزوا معايا بس كده، واحد 25. حلو، ده على التبعه. بالنسبه للقبض هيسجل ايه؟ كل الموضوع هيسجل ديبت انفنتوري كريدت السبسيدري بكام؟ ب 75. يبقى كده لما نيجي نجمع هتلاقي ان القبضه على دفاترها حصل اوفر ستيتمنت للمخزون، مخزون بتكلفته 50 بقى مثبت في القبضه ب 75. طبعا الكلام ده غلط، صح؟ لان يعني انت القبضه هي بتعمل شركه واحده، انت جايلك بتجمع في شركه واحده، فانت عملت اوفر ستيتمنت للمخزون وفي نفس الوقت ثبت مكسب ب 25 ملوش معنى. طيب قال لك عشان تلغي الكلام ده المفروض تعمل قيد في القبضه في المجمعه، تقول ديبت كوست اوف جود سولد كريدت انفنتوري بال 25 بقى المكسب اللي هم فين؟ اللي هو المكسب اللي كان في التبعه. صح؟ يبقى انت كده لغيت لما تعلق كوكز كانك لغيت الريفينيو اللي انت كنت عايز تلغيه فين؟ في التبعه، صح؟ يبقى انت لغيت الريفينيو اللي كنت عايز تلغيه في التبعه، لان التبعه ثابته ريفينيو ب 75 وكوست ب 50، انت علقت الكوست ال 75، صح؟ ماشي بس انت الصافي صفر. الاحسن كنا ناخد من الريفينيو. ما احنا يا حبيبي احنا بنعمل دلوقتي بالانس شيت كونسوليديشن، مش انكم ستيتمنت كونسوليديشن. لما نيجي في الانكم ستيتمنت كونسوليديشن هنقول هنعمل ايه. لكن في البالانس شيت كونسوليديشن انت كده كده كله عندك سابق في الاخر في الار اي، فانت ديبت الار اي كريدت انفنتوري. صح؟ انت بتعمل قوائم ماليه مجمعه، الاي اف ار اس ما بيوصلوش صافي الربح في سطر لوحده، صافي الربح جوه الار اي. فانت كانك بالظبط قلت ديبت الار اي، يعني احنا دلوقتي بناخد بالانس شيت كونسوليديشن، يعني سيبك من الكوكس، احنا بنقول ديبت ار اي ريتيند ايرنز اللي هو خسائر السنين او ارباح السنين السابقه، ريتيند ايرنز ارباح السنين السابقه. طيب قلت ديبت ار اي كريدت ايه؟ انفنتوري. طيب قال لك طب لو انا بعت جزء من المخزون، لو القبضه بعت جزء من المخزون اللي جالها ده، في الحاله دي هنعمل ايه؟ قال لك هو نفس القيد ديبت ار اي كريدت انفنتوري بس بكام؟ قال لك هقول لك انا على طريقه تحسب بيها ما تلخبطكش نهائي. انت كنت المفروض تلغي 25%، صح؟ 25,000. ايه هم ال 25,000 دول؟ قال لك ده مارجن الربح. طب مارجن الربح ده كام؟ قال لك 33%. طيب 33% والمخزون بكام؟ ب 75 اللي هم ايه؟ اللي هم المبيعات. طب 33% لو اتضربت في المبيعات هيديني ال 25. يبقى 33% لو ضربتها في المخزون هتديني الجزء اللي المفروض ايه؟ المفروض يتلغي من المارجن بتاع الربح.
ماشي. لان انت لو بعت المخزون بعت جزء منه يبقى المخزون اللي موجود ده متحمل بمارجن ربح، هو ده بس اللي انت عايز تلغيه. انت عايز تلغي مارجن ربح لما تزود على المخزون، يبقى خلاص اضرب المارجن في ايه؟ في المخزون اللي هو موجود في اخر المده. فاحنا قلنا لو نص المخزون ده اتباع يبقى فاضل 37.5 من المخزون، صح؟ لو ضربت ال 37.5 في 33% هتلاقيها هتديك 12.5، لا نص ال 25. تمام؟ واضح يا شباب؟ اوكي. يعني كل مره هاجي مخزون مارجن بالظبط كده. طيب لو هنجمع، قال لك انفنتوري هيتجمع معاك بس عندك ريسيفبل، قال لك القبضه عندها ريسيفبل مع التبعه ب 2000، قال لك لو رحت الناحيه الثانيه المفروض تلاقي ال 2000 دي موجوده في التبعه اهي، يبقى لازم تلغي ال 2000 دي قدام ال 2000 دي ما تجمعهمش، صح؟ طيب 6000 عبارة عن ايه؟ لا الانفنتوري امال الالف ده ايه؟ اه ماشي اوكي. طيب الكاش هيتجمع عادي مش مشكلة، هتنزل شوية الايكويتي بنحط مين؟ البيرنت اللي هي بكام؟ بالسبعين، والاربعين دي مش هتتحط في الكونسوليديشن، الريتند ايرنجز هنجمع دي ودي. تنزل تحت بنك اوفر درافت هتحط عادي، الباقي بالمؤلفين لا، ال 14 وال 12 وال 16 هتحط عادي. انزل تحت شويه هتلاقي في الكونسوليديشن ادي الاصول ب 80، لو طلعت فوق اللي هي 35 و45 قلنا 40 مش هتتحط، 28 الكرنت اسس، 15 ريسيفبلز، 1000 كاش، لو طلعت فوق هتلاقي ال 15 ريسيفبل عباره عن 6 و9، وادي الألف الكاش، 70 و16 و19 يبقى كام؟ 35، ادي 70 وادي 35 وادي 3 وادي 16. كده عملنا قاعدة مالية مجمعة. ايه هي البورتو كونسوليديشن؟ قال لك بورتو كونسوليديشن بورت ايه؟ بورت كانسليشن، يعني ممكن ما تكنسلش الايكويتي بتاع الشركه اللي انت بتستحوذ عليها كله. اه ممكن، ما ممكن يبقى في حاجه برايه، ممكن يبقى انا عامل بس 80% استحواذ، صح؟ يعني مثال، هو هنا بيقول لي في حاجه اسمها ان كانسلد لون ستوك، ممكن يبقى في لون ان كانسلد لون ستوك، يعني الناس زي كانوا مدينك لون بس هيستبدلوه باسهم وان كانسلد وانت ما دفعتش للناس دي فلوس، صح؟ الزام عليك ولا مش الزام عليك؟ مدينا الان كانسلد. طبعا المثال بتاع الان كانسلد لون ستوك ده خدناه المره اللي فاتت بس هو مش مثال قوي، يعني انا عايز بقى نروح على مثال قوي على طول. ده ايه؟ الواحد لما يجي من غير العده بتاعته الموضوع بيبقى متعب قوي. نون كنترولنج انترست يا شباب، ايه النون كنترولنج انترست؟ لا انتوا تصحصحوا معايا شويه، احنا قلنا يعني ايه نون كنترولنج انترست؟ طيب بتحسب بطريقتين، وهنا هو بيقول لنا مثال اهو، شركه بتمتلك 75% من شركه ثانيه، يبقى النون كنترولنج انترست قد ايه؟ 25%، نصحصح مع بعض. هو مدينا مثال اهو وبيقول لي عايزكم من المثال ده كده من اللي انتوا شايفينه ده قولوا لي النون كنترولنج انترست المفروض يبقى ايه؟ ايوه اللي هو ايه يعني؟ ايه اللي هتضرب 25%؟ خمسين، الله ينور عليك، 50 في 25%، فين ال 50؟ والله اس كام بنات؟ قلنا صافي اصول اي شركه هو الايكويتي، هم دول ليه؟ 70 اصول ناقص 20 التزامات يعني هي ال 50، وصافي اصول اي شركه هي اصول ناقص التزامات، صح؟ ادي ال 50، يبقى هتتحسب بطريقتين. الطريقه الاولانيه ب 50 في 25% بكام؟ 12.5. الطريقه الثانيه كم سهم؟ والله واحد بيقول لك واحد للسهم، يعني هو عنده 40,000 سهم، السهم بدولار، صح؟ يبقى عنده 40,000 سهم، يبقى الراجل ده عنده كم سهم؟ 10,000 سهم.
عشر تلات سهم في سعر السهم. لا ده كده القيمة الدفترية، احنا عايزين نشوف سعر السهم في السوق بقى في الفاليو بتاعته. هنا هو بيقول لك الطريقة الأولانية اللي هي خد ال 40 في 10 يعني ال 50 في 5 و... بس هو بيقسمها لك ال 50 دي عبارة عن حتتين، قال لك قال لك الشيرز نصيبه من الشيرز كام ونصيبه من الار اي كام، تمام. المهم في الآخر ان هي 12.5. الطريقة التانية طبعا هياخد ال 10,000 سهم هيضربهم في سعر السهم لو في سعر سهم يعني. طيب لو جينا نعمل كونسوليديشن، هو حاسبها هنا بطريقة واحدة بس. لو جينا نعمل كونسوليديشن، الراجل ده ليه خمسة وكام؟ لو جينا نعمل كونسوليديشن، تعالوا نعمل كونسوليديشن احنا مع بعض. تعال 50 و35 85 ده هتيجي؟ 30 هتيجي معانا؟ لا ده الانفستمنت مش هتيجي. طيب ايه تاني؟ كارنت اسيتس 45 و35 80 يبقى كله 165 صح؟ انزل تحت ايه اللي هيجي هنا؟ 80 على طول من غير ما تفكر. 25 و10 35 هتجمع بقى 25 و10 لا مش هتجمع 10 في 75% بقى، لان انت هنا انت تمتلك انت كمان 75% من الايكويتي صح؟ انا كاونر بمتلك 75% من الايكويتي، هو 25 الاصول الذات تجمع كلها، لكن الايكويتي انا اخد نصيبي من الايكويتي. ليه؟ مش انت هتلغي الانفستمنت بتاعك قدام الايكويتي بتاعه صح؟ هنعمل القيد دلوقتي. المهم 25 دول بتوعي اساسي، لو عملنا بقى وركينج زي ما قلنا للار اي نسميه وركينج 1 هاخد ال 25، يبقى البيرنت 25000 والسبسيدري اقول له 10000 في 75% كام؟ 7.5 يعني كام؟ 32500 صح؟ يبقى ادي ال 32500. انزل تحت شويه الالتزامات هحط كلها اللي هي كام؟ 40 كام كده؟ 152.5. حلو، حط النون كنترولنج انترست بقول كده 152 نون كنترولنج انترست 12.5 يبقى كله كام؟ 165. ايوه هي المساله بتاع الامتحان زي كده بس على اصعب بقى، تريكات بقى، يجيب لك حته انفنتوري لازم تلغي انت المارجن، يجيب لك تريكات بقى الامتحان. انا هنبص على بنحل احنا يعني اخر سيشن في البان شيت هنحل الامتحان مع بعض اهو زي ما احنا عملنا بالظبط يا شباب، يعني مش هيفتي يعني الموضوع ما فيهوش جديد. تعالوا نعمل، لو احنا كنا هنعمل قيد الاليمينيشن، قيد الاليمينيشن في المساله اللي فاتت دي، انت نصيبك كام في الاصول وانت كبير؟ انت 75% صافي الاصول كام؟ 50000. 50000 في 75% بكام؟ 75% حلو، يبقى انت المفروض هتقول ديبت وكريدت ومش عارف ايه، المهم صافي الاصول اللي هتترص عندك في الميزانيه صح كام؟ مش ال 37.5 ال 50 صح؟ صافي الاصول يعني انت بتجمع كله، انا بجمع اصوله. طب كريدت الانفستمنت بقى اللي عندي على الدفاتر بتاعنا ده هو ال 37.5 صح؟ طيب ايه كريدت ايه تاني؟ قال لك كريدت من نون كنترولنج انترست ب 12.5 ادي المجمع. طب النون كنترولنج انترست ده عباره عن ايه؟ النون كنترولنج انترست ده عباره عن حتتين، اسهم ونصيبه من الار اي. نصيبه من الار اي كام؟
اتنين ونص، معنى كده ان انا الار ام 10 دي مش هينفع اجمعها كلها عندي، لان في حته منها اتشالت اتحطت فين؟ في النون كنترولنج. يبقى انا كقبضه لما اجي اجمع الار اي مش هاخد ال 10 كلهم، هاخد نصيب من ال 10. تمام؟ اللي احنا حليناها دي ولا ايه؟ ده كويستشن ده. انتوا كلكم معاكم الكتاب؟ معكش الكتاب؟ عايزكم كده كده كل اتنين يقعدوا جنب بعض معاهم كتاب وحلوا مع بعض. يعني حلوا لنا السؤال ده، سؤال سهل جدا اهو. 705. اقعدوا جنب بعض اسهل. وادوا الكتاب في النص. انا ما كانش قصدي كده خالص، بس انتوا الاثنين قصدوا يعني انت كده حاطط الكتاب ايا كان ظبطوها مع بعض، كل اثنين يحلوا مع بعض عشان الوايت بورد مش هتظهر لكم الكتاب كله، مش هتظهر السؤال كله. يا ريت نجيب السؤال بس، مش السؤال والاجابه. الله يرضى عليك. بس انا هقول لها اجابه هنا عايز نبص عليها؟ لا هي مساله صغيره يعني، بس نحلها مع بعض كده. يبقى تاني نرجع نقول الكلمتين اللي قلناهم دلوقتي. اول حاجه لو في ديفيدنس يا شباب، الديفيدنس توزيعات من الشركه التابعه بتتلغي لما نيجي نعمل القوائم الماليه المجمعه. لو في توزيعات من الشركه التابعه اتلغت لما بنيجي نعمل القوائم الماليه المجمعه. اتنين الجود ويل، لما باجي بقى احسب الجود ويل قلنا لما نيجي نعمل الاليمينيشن بتاعنا الار اي قبل تاريخ الاستحواذ بتتلغي، تدخل في قيد الاليمينيشن. يبقى الار اي قبل زي ما قلنا هنا اهو، عندي الار اي بتاعت السبسيدري، عندي الار اي بتاعت السبسيدري. انا اهم ديت عندي ديت الاكوزيشن، الار اي بتاعت السبسيدري، بشوف ديت الاكوزيشن بتاعي. اي ار اي في للسبسيدري في تاريخ الاستحواذ يتم الغائها في قيد الاليمينيشن، صح؟ بعد تاريخ الاستحواذ يتضاف للار اي في المجمعه بنسبه الملكيه بتاعت القبضه، حسب نسبه الملكيه بتاعت القبضه. ده بالنسبه للار اي. قلنا الديفيدنس تتلغي على الكونسوليديشن، قلنا الجود ويل اتكلمنا على الجود ويل، وقلنا ان الار اي بتتلغي في تاريخ استحواذ، واي ار اي جديده بناخد نصيبنا فيها بنسبه الملكيه بتاعتنا. هنخش بعد كده على النون كنترولنج انترست. قلنا النون كنترولنج انترست هيرسب بطريقتين، يا اما بطريقه البروبورشنال شير، يا اما بطريقه الايه؟ الفير فاليو. هو هنا هو مدينا مثال بيقول لي لو هتحسب النون كنترولنج انترست بطريقه الفير فاليو هتطلع ب 12.5. حلو؟ جابها ازاي؟ قال لك عندك شركه كونسيدريشن ترانسفيرد ب 70، عندك شركه كونسيدريشن ترانسفيرد بكام؟ طيب الاول حسب هو النون كنترولنج انترست بطريقه البروبورشنال شير. هو مثال، مدي مثال جديد بيقول لك عندك شركه دفعت 70 في 40,000 سهم. حلو؟ المهم ال 70,000 دول النون كنترولنج انترست 60,000 في 20% صف اصول الشركه المستحوذ عليها 60,000. صف اصول الشركه المستحوذ عليها بكام؟ يعني انت دفعت 60 في شركه تسوى 70 في شركه تسوى بس 60. تمام؟ طيب يعني دفع 10 جود ويل يعتبر. ما ينفعش نقولها 10 جود ويل كده وخلاص. قال لك لا ما تحسبش كده، انت دافع 70
دي في النون كنترولنج انترست. النون كنترولنج انترست لهم 20%. ال 20% دي عباره عن ايه؟ تاخد صافي اصول الشركه المستحوذ عليها. دي طريقه البروبورشنت شير. انا مشتري شركه وصافي اصولها ب 60، يبقى صافي الاصول اللي هو ال 60 في 20% هيديني 12، صح؟ يبقى 70 زائد 12 ده كده اجمالي الشركه، حصتي وحصه مين؟ النون كنترول. يبقى اجمالي الشركه كده ب 82. احنا نصيبي ونصيب النون كنترولنج في الشركه كلنا على بعض 82، ناقص الشركه صافي اصولها بكام اصلا؟ ب 60، كده 22. الجود ويل بكام؟ بطريقه البروبورشنت شير الجود ويل اللي طلعت دي، دي نصيب القبضه بس، صح؟ طيب انزل تحت هتلاقيها حسبها لك بطريقه الفير فاليو. يبقى انا عندي النون كنترولنج انترست يتم حسابها بطريقتين، طريقه البروبورشنت شير وطريقه الفير فاليو. لما حسبها بالفير فاليو خد عدد الاسهم اللي هم 10,000 اللي هم نصيب النون كنترولنج، ضربهم في 1.25 طلعت له ب 12.5. هناك كان ب 12 بس في البروبورشنت شير، زادت. فلما تزيد تزود لي مين؟ 500 تزود لي الجود ويل. يبقى معنى كده ان دي الفول جود ويل، دي الجود ويل كامله. يبقى الجود ويل في طريقه الفير فاليو تشمل مين؟ تشمل اثنين، تشمل القبضه وتشمل التبع. النون كنترولنج انترست اتير اند بتتحسب ازاي؟ قلنا بناخد الرصيد الافتتاحي بتاع النون كنترولنج انترست ويزيد بنصيبهم من الار اي هم كمان. لان هي اي شركه في الدنيا الا هيزيد كل سنه، الربح بيدخل فين؟ يدخل في الار اي، في الارباح المحتجزه. قلنا المعايير الدوليه ما بتفصلش صف الربح في سطر لوحده زي عندنا في مصر، احنا في الميزانيه بنفصل صف الربح في سطر لوحده، صح؟ لا، هم بيدخلوها على طول في الارباح المحتجزه. حلو. فيبقى صافي الربح دايما هيسمع في الارباح المحتجزه. طب صافي الربح اللي هو كل سنه بيسمع في الارباح المحتجزه يخص مين؟ يخص اثنين، قبضه ونان كنترولنج، صح؟ النان كنترولنج لازم ياخدوا نصيبهم كل سنه من الزياده في الار اي، وانا برضو كل سنه لازم اخد نصيبي من الزياده فين؟ في الار اي. يبقى النان كنترولنج انترست بتساوي ايه لما اجي احسبها في اخر السنه؟ يبقى بتساوي الرصيد الافتتاحي بتاع النان كنترولنج انترست، سواء انت حاسبه بالبروبورشنت شير او سواء انت حاسبه بايه؟ بالفير فاليو، زائد الزياده فين؟ في الار اي، زائد نصيبهم في الزياده من الار اي. هو مدينا اكزامبل اهو بتخصمها طبعا، مدينا مثال 75% و 1.6 سعر السهم عشان لو عايز تحسبها بالبروبوشن شير. بيقول لي ان الشركه فيها اصول ب 50، التبع فيها اصول في 60 والتبع فيها اصول ب 50. الشير الاس انت مساهمتك 68,000، الشركة فيها كم سهم؟ 50,000 اصلا، وحصتك 75%، يعني انت دافع 68,000 في شركة صافي اصولها 75,000. 75% في 75,000 بكام؟ ايا كان، ايا يكن يعني. تعالوا نحسب مثلا الجود ويل. جود ويل انت دافع كام يا سيدي؟ طب الجود ويل قلنا كده هتتحسب بطريقتين، صح؟ لان لو انت حاسب النون كنترولنج بالبروبورشنت شير وانا حاسبه بالفير فاليو، صح؟ طيب هي الشركه صافي اصولها 75، الشركه المستحوذ عليها. طب انت دفعت كام يا سيدي؟ دفعت 68. يبقى الكونسيدريشن ترانسفيرد كام؟ 68. النون كنترولنج انترست، النون كنترولنج انترست تحسبه بطريقتين، واحد 75 في 25% يديني كام؟ كم؟ 37، نص ال 37.5، 18750 و 68 يبقى 86750. ناقص 75 اللي هي صافي اصول الشركه المستحوذ عليها، يبقى عندي 12750 دي الجود ويل. كم؟ 11750. دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه مش هختلف حاجه، ال 68 النون كنترولنج انترست هتحسب ازاي؟ قال لك والله هي الشركه دي فيها كام سهم؟ فيها 50,000 سهم، يبقى 50,000 سهم في 1.6 اللي هو سعر السهم، يبقى 50,000 في اديني كام؟ 80. ايوه، في بقى حصتهم اللي هي 25% 20,000. يبقى 88,000
ناقص 75 يديني كام؟ 13000. يبقى هنا الجدول طلعت ب 13، هنا الجدول طلعت ب 11 مش عارف 750. يبقى ده كده الفول ايه؟ جدول. يعني دي الجدول شامله حصتين، دي الجدول شامله حصه واحده. هتلاقي طبعا الاجابه هو عامل اللي احنا بنقول عليه. ادي الجدول حسبها لنا اهو ب 23000. ايه ال 23 دي؟ على الأسهم كم؟ أيوة ما هي هي. أدي 68. لا 65 دي جابها منين؟ النت أسيتس ما كانت ب 75 النت أسيتس. اتنين وخمسة وعشرين. هو طرح الكرنت لابيلتي ازاي يعني؟ ده جماعة لا هو كاتب 65. 50000 زائد 15000. يعني 50 زائد 25. هو تاريخ. مش احنا ما قرناش من فوق يا شباب. فوق قال لك ايه؟ قال لك في 1 جانوري هاد ريتين دي ايرنجز ب 15000. الريتين دي ايرنجز كان بكام؟ ب 15. واحنا هنعمل كونسوليديشن، قلنا اللي بيتلغي مع الكونسوليديشن ال 15 صح؟ يبقى اللي يدخل في حسبه الجود ويل مين؟ الجود ويل والنان كنترول. الكلام ده كله بيتحسب في تاريخ الاستحواذ. حلو؟ بعد كده تاخد نصيبك من الزياده. بعد كده ايه؟ حلو. لو انا بحسب عايز احسب جود ويل، الجود ويل تتحسب على الار اي في تاريخ الايه؟ الاستحواذ. فهو بيقول لك الار اي في تاريخ الاستحواذ ب 15. يبقى لما اجي احسب الجود ويل راح اخد الار اي امتى؟ في تاريخ الاستحواذ. بس فانت هنا هنغير بس انها تبقى ب 15. ادي الار اي يبقى 50 و 15 65. يبقى الار اي هتطلع معانا ب 23. لو حسبتها بطريقه الفير فاليو، لو هحسبها لنا بطريقه واحده، هو حاسبها بس بطريقه الفير فاليو، هو مش حاسبها بروبورشن تشيل. تمام؟ هو طالب ان احنا نحسبها بس بالفير فاليو. هو هنا بس بيفهمنا بقى حته الفير فاليو، راح حاسبها لك بالفير فاليو. قال لك لو حسبناها بالفير فاليو هتختلف، هتبقى 16 250 بدل يعني الجود ويل نفسها تبقى 19 250. دي لو ايه؟ لو بروبورشنت شير. بالفير فاليو طلعت 23 صح؟ بالفير فاليو طلعت 23. بيقول لك لو حسبتها بروبورشنت شير الجود ويل هتطلع 19 250، يعني الفرق على 3000 جنيه. ليه؟ بيشرح لنا ان الفرق ده ان دي جود ويل هتبقى فول جود ويل، ودي هتبقى ايه؟ جود ويل القبضه بس. ابتديتوا تفيصوا؟ خلاص خلينا نكمل المره الجايه. المره الجايه ان شاء الله هنكمل الكونسليشن، هنكمل البالانس شيت كلها. حلو؟ المره اللي بعدها هنحل امتحان بالانس شيت. كده خلاص يبقى البالانس شيت ايه؟ اتهرست على الاخر. انا مش عايز اشرح لكم الجود ويل دي وانتوا مش مركزين، عشان قصدي الامبيرمنت بتاع الجود ويل وانتوا مش مركزين، عشان هيخش بقى فيها. ما هو انت هتعمل امبيرمنت للجود ويل. طب الجود ويل اللي عندي دي اصلا شامله الحصتين ولا شامله حصه واحده؟ على اساس هي شامله الحصتين ولا شامله حصه واحده هنبتدي نعرف قيد التخفيض او الامبيرمنت بتاعه بيبقى عامل ازاي. خليها المره الجايه دي.